دائما عندي مشكل مع لاكام. صباح الخير، صباح النور، صباح الزين. بيج لوف، احوالكم، اخباركم، واش حوالكم مع رمضان؟ ان شاء الله راكم ملاح، راكم بخير، يا درا غالبينه ولا غالبكم ولا كي راكم دايرين. راني عاد في البدايات، مازال الحال. المهم للتذكير، برك للتذكير، في كل فيديو غادي نذكر باللي هاد الفيديوهات اللي راني نحطهم لكم في رمضان هما فيديوهات مسجله قبل الشهر الفاضل. في 10 ايام التوالى كيما قعدنا وكانت هذيك لا غريف وديك، مازالت على كل حال. جربت ندير لكم هاد الفيديوهات، نسجلهم قبل رمضان باسكو في رمضان ما نطيقش نصور اولا، و او ميم طون نسيي انا الوصفات قبل رمضان باش نطبقهم ان شاء الله في رمضان. جبت لكم اليوم واحد الوصفه لذيذه لذيذه، واحد التحلايه بنينه، تعرفوا تاع سهره وتاع اتاي ولا غازوز، لا شي واحد يجي عندك ضيف ولا، وسهله ومكونات بسيطه وموجوده في كل بيت. يعني كما راكم تعرفوا حال الاقتصاد راه في انحدار عزيزاتي، راه في انهيبات، لا علينا البنات. المهم خليكم معي نوريكم الوصفات، بغيت نقول لكم نوريكم المكونات، قلت لكم نوريكم الوصفات، راه ماداك مني بروفيسيونيل. المهم نحتاجو البنات هذا الكاطو، هذا البسكويت العادي تاع لاتاي حنا نقولوا هذا، ونفتتوه كيما هكذا. انا راني درت باكيه ونص على كل حال. نحتاجو مايزينا، زوج مغارف تاع مايزينا، نحتاجو زوج مغارف تاع كاكاو، نحتاجو ثلاث مغارف تاع سكر والزبده وشويه شوكولا الا كانت عندك. طبعا هادو هما المقادير البنات، ديروا عليهم كابتور ديكون باش تعرفوهم. وبيان سور عندنا الحليب، ما تنساوش الحليب هو المكون الاساسي. انا هنايا درت نص لتر تاع حليب وشويه، زدت لها شويه باسكو راني محتاجه لهذيك لاكريم. خليكم معايا هنا، المهم تعرفوا كاع هذا الوصفه. غادي نضيف كل شيء بارد في بارد ونحرك تري بيان ونديرها فوق النار. المهم هذه هي البنات كما شفتوا المكونات، نبداو في الوصفه. هنايا عندي نص لتر تاع حليب وشويه، انا زدت غير شويه. الا كانت العائله كبيره طبعا وما شاء الله تقدري ديري يوترو كامل. نبداو في الوصفه، نضيفوا كل شيء في بارد في بارد، نديروا ثلاث مغارف سكر. السكر يبقى على حسب الذوق، كاين اللي تبغي حاجه حلوه كاين اللي تبغي لا. الا بغات تزيد نورمالمون ثلاثه مغارف هذيك هي غالي حبيبتي. فوالا نديرو زوج مغارف تاع مايزينا، تاني مغارف كبار تاع مايزينا. هنايا ديجا راني ميكستهم انا هكذا زوج. هاد الوصفات كاع جيتهم لكم قبل رمضان باسكو في رمضان انا ما نطيقش. ونزيدو زوج مغارف نتاع كاكاو، كاكاو هذا ما عتماله عندي. فوالا البنات، ونخلطو كلش بارد في بارد، عاد نحطوه فوق الغاز، الغاز على نار هادئة طبعا. هكذا نخلطو بالقوة كلشي، كاع المكونات مع بعض. فوالا المهم نخلطو هاد المكونات كامل مع بعض كيما راكي تشوفي هكذا بالفوي، ونحطوهم فوق نار هاديه ونخلوهم حتى يبداو يجمد هذا الخليط. المهم الزينات هاي ديك لاكريم تاعي وجدت، راني خرجتها دروك. شوفوا الفار ما خلانيش نصورها لكم، هاي ديك تحصلوا على هاد لاكريم. المهم لميت هاد الشعكوكه، شوفوا البنات ها هي لاكريم تاعي كيفاش جات، جات واعره. دركا كي نحيتها من فوق الغاز، مازلني منقصه الغاز، غادي نضيف عليها هاد الشوكولاته اللي عندك ضيفيه، الشوكولاته نوار هادي غير شويه ماشي بزاف هكذا، ونحرك نرجعها فوق النار ونقعد نحرك حتى تذوب هذيك الشوكولاته، ونزيد عليها مغرف قالت لك اما الله يرحمها جوزان تاع الزبده. فوالا درنا الشوكولاته، نزيدو نديرو هكذا، قيس هكذا تاع زبده هكذا وشويه، وكان عيني كبيره فوالا هكا وشويه، ونخلطو ونرجعوها فوق الغاز ونخلوها تذوب على خاطرها بصح نقصي الغاز حتى تذوب ديك الشوكولا وداك ال فوالا. صبروا ندور لكم العكام، صبروا نلمو هاد البوبيره حيت انا مانبغيش ال بالنسبه ليا الزينات انا غادي نستعملها في هذا الكيك تاعي اللي نتحل. فوالا المهم
نشدوا هذاك البسكويت اللي قربناه، بغيتي تطحنيه طحنيه ولكن مطحوني تجي شويه من الاخر هكذا، شديه وتخوي عليه الخليط هذا هنايا وتخلطي. شوفي تخوي بهذه الطريقة هكذا، وتخلطي البسكويت مع هذاك الخليط هكا، تخلطيه تخي تخي بيان، تدخليه كاع في بعضه البعض هكذا كما راكي تشوفي فيا ندير سيداتي هكذا بنينا هاد السيد هاد فاصون. هادي لا دوزيام فوا الوغ قلت نشاركها معاكم لرمضان هكذا بسيداتي الطريقه تتحصلي على هذا المزيج تاع هذا الخليط اللي بين الشوكولات بين الكريم اللي خدمتيها والكاطو اللي فتتي. دروك تخويه هنايا في هذا البلاط، دهني البلاط تاعك بالزبده وتخويه وتدخليه للفريجيدار وتخليه لمده ساعه. فوالا زينات هاوليك البلاط تاعي، انا غادي نخوي فيه ونخليه ندخله للفريجو ونخليه للفريجيدار فريجو هاد الطريقه. لازم تملسيه كامل ديريه على شكل طبقه شابه هاد التحليه تحليه انت نسنس بس حوجه بركه تحلايه بغيت نلحق صبعي بصح ما ناش في رمضان بصح زعما على بالي فيديو غادي تفرجوا فيه ولدها حوجه كاش وحده تسخف الفيديو تاع الاخر نسيت تاع البدن ديالك فيديو اكليت قدامكم سوي ديزولي. فوالا هاك اختي وتدخليها للفريجيدار ونفوتو للوصفه الثانيه، ماشي الوصفه تحضري ثاني اون اوتر كريم باش ما يطولكمش الفيديو. هاوليك المزيج سيدتي اللي تحصلنا عليه، لازم يجيك هكذا ديريه في البلا وديريه في الفريجيدار وتخليه لمده ساعه حتى يبرد ويشد روحه. هاوليك البنات هكذا وتدخليه للفريجيدار وتخليه يبرد. المهم ندخلوه نخلوه يبرد ونفوتو للتحضير الثاني الطبقه اللي تجي فوق من هذايا. درك نجوزو للطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه هي نفس المكونات، الحليب نص يترو حليب، 3 مايزينا، 2 مغارف مايزينا، 3 مغارف سكر، وشنو ما ديروش فيها الكاكاو، تجي بيضه عاديه تزيدي معاها شويه تاع لافاني. هذه هي نفس الشيء على كل حال، تدخليها الفريجيدار نفس الطريقه اللي درتي على بالي كامل النساء يعرفوها. المهم في الوصفه هذه كامله وتقطعي منها بزاف على كل حال، هذه الوصفه كامله تحتاجي نورمالمون قرعه كامله تاع حليب، شكاره تاع حليب كيما نقولوا الا كنتو 8 تاع الاشخاص ولا تقطع لك البلاي يدير لك. المهم انا هنايا راني درت تقريبا نص لتر، فوالا قلت لكم عيني كبيره. المهم نزيدو معاها 3 سكر، مانيش باغي نطول عليكم الفيديو. المهم 3 سكر، شوف راح طلع كلاص دروك قلت لكم فقط دروك مباشرة، فوالا وحدة زوج 3 زوج مايزينا على السريع على السريع حطوهم على السريع لا بريستيج لا والو مقوص مقوطي وحده وجوج وتخلطي اختي بارد في بارد وتدخليها وديريها فوق الكعاف لافاني زيدي معاها شويه تاع لافاني فوالا خلطي بارد في بارد نحطوها فوق الغاز حتى نتحصلوا على كريمه نفس تاع الكاكاو ونعاود نولو. وهاي ليك الزينات لاكريم تاعنا البيضه هذيك راهي وجدت، لازم ندور لكم لاكام باش تشوفوها باش نديروا فيها نضيفوا فيها المكونات اللي باغي نزيدوهم.
هاي ديك لاكريم تاعنا البنات، ها هي كيفاش تجي، تجي هكذا. درك ثاني نزيدوا لها شويه تاع الزبده، ونزيدوا لها قطي تاع ياغورت، باطا تاع ياغورت تاع هذا تاع كريم ديسير فوق منها. جيسبر فهمتوني، جيسبر. المهم نفس لاكريم، وشنو ما ديريش فيها الكاكاو، وتزيدي فوق منها ثاني واحد شويه تاع الزبده باش تعطيها هذاك اللمعان هذا، وتفرغي عليها هاد البطاطا تاع لا كريم ديسير، تعطي ذوق ومذاق رائع هكذا، وتخلطي الكل مع بعض. هكذا ونخلطوا المزيج مع بعض بلا ما نرجعوه للنار حتى تذوب هذيك اللي كيسموها الزبده. انا راني في ساعه ملي درتها في البيله، وقعدت ندور شحال، راني في ساعه ملي درتها في الفريجيدات، وانا طليت عليه نورمالمون راه جمد شويه. فوالا هايدي لا كريم تاعنا كيفاش تجي، تجي هايله هالي. وهذا البسكويت تاعنا اللي درناه كما راكم تشوفوها، وشد روحو شويه فهمتي. هي هاد الوصفه هادي قد ما تخليها في الفريجيدار قد ما مليحه، يعني فهمتي تشد روحها غايه. دروك نخو هذا الخليط اللي راه هنا فوق هاد البسكويت، يعني نحصلو على الطبقة الثانية بإذن الله، وراها حامية بسم الله. فوالا وشد روحها غاية هكذا. دقيقة هاوليك البنات الطبقة الثانية، هاوليك لقطة تاني ما تحركش كاع، راه جامد ماشي جامد راه مليح. وهذه الطبقه الثانيه، وراه تفرغيها ليها بهذا الشكل. وانا راني محتفظه شويه من هذيك لاكريم اللي درتها الاولى تاع الكاكاو، غادي نخليه يبرد وغادي نزيدها من الفوق. المهم البنات الوصفه خليها حتى تبرد ويشد روحها مليح، ونكملها معكم. مساء الانوار، نعاود نقول لكم مساء الخير، باسكو راني في ربع سوايع ولا، وانا دايرتها في الفريجيدير. هاي ديك البنات، هاي ديك شدت روحها بيان كوم يلفو. الاخرى تاعنا شوفوا هانا نمسوها يا سيدي باش تتاكدوا، شوفوا كيفاش راهي شاده روحها مليح مليح. هذه هي لازم تخلوها في الفريجيدار مينيموم مينيموم واحد الربع سوايع ولا ثلاث سوايع حتى تشد روحها مليح. كيما انا درتها قيس الربعه ولا، راهي دروك راهي بريسك 8. هاي وهذا وين راهي شاده روحها مليح. شوفوا هاد لي بيسكويت دركا، كل واحد وطريقة التزيين تاعو. انا غادي نحطهم دي مورسو دي كاري هكذا باش نعرف زعما الحبة كيفاش نقطعها هكذا. عزيزاتي هادي وحدة، هادي جوج، هادي تلاتة، هالا اللي قصدت فيهم بطريقة جميلة هكذا. هرسه وهكذا، والله العظيم يا البنات ننصحكم تجربوها بنينه بنينه بنينه، باسكو جربتها صافي واحد الان سومان عجبتني. نزيدو هذا هنا وهذا هنا. ديري التبذير اختي كلشي راه غالي. ونزيد عليها هذيك عندنا واحد الشوك، هذيك الشوكولا فيرميسيت زعما غنديرو غير غنزوقوها. هيو كان نهزك يا غربالي، هيو يطيح منك ولي كان غالي. هذه هاد الشوكولاط كدا نديروها في الوسط، حي عليا وك ما نعرفش ندير شويه يعني سي با كراف. المهم هذا هي الشهيه، نغشتكم في هذا رمضان تعرفوا، وفحششتكم قلت نغشتكم فحششتكم، خليت لكم بوريك ما خليت لكم ليكيش، غطوني على بالي وصل كلشي راه غالي، قلت لحباباتي مساكين عندكم شحال درت. المهم لا علينا، ندورها نوريها لكم البنات. شوفوا كي خليتها في الفريجيدار بيتها، خليتها ليله كامله بيتها، شوفوا كيف صبحت جامده. غادي نحلها انا وياكم ونشوفوها كي جات دايره. وهاي لي كيفاش خرجت البنات، نحيت لها هذاك المول اللي كان فيها، هاي خرجت شاده روحها بيان كوم الفونس. هي نقطعو مورسو
وها هي بعد التقطيع راني نحيت منها مورسو فريمون جات هايده البنات. الوصفه ناجحه 100% سيوها عليا وبنينه بنينه ما تامنوش عقلكم. وهاولي كي نحيت المورسو نحيته بلا قرا انا مازال نعاود نرد مادام كتخليها في الفريجيدر مادام تزيد تعاود تبنان وتجمد. ها هي البنات شاهدكم في الجنه مادا بكم تجربوها. تلفت لي الحضره انا خايتك مادا بكم تجربوها البنات.